السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ بيقول أنا الآن شغال في أحد المطارات في أحد دول الخليج، وتم تطبيق البيم فيه إلى أن مستوى الكوردينيشن ضعيف جدا. ما هي الأسباب التي تؤدي لفشل تطبيق البيم؟ هل ضعف الخبرة أم لبعض القصور في البيم؟ طيب خلينا نفكر تفكير علمي، لو هو لبعض القصور في البيم يبقى كل المشاريع هتبقى سيئة، ولو في مشاريع اتعمل كويس يبقى كده مش لضعف القصور في البيم. في مشاريع كتير اتعمل كويسة، وخصوصا مثلا نذكر مطار أبو ظبي، ده اتعمل بيم كويس. تمام، أنا مش قاعد فيه بس اطلعت على الشغل فيه ممتاز جدا. تمام، ده من أحد المشاريع اللي اتعمل كويس. طيب في أسباب اللي فشل تطبيق البيم، منها ضعف الخبرة، إن فعلا الناس مشغلش مشاريع قبل كده، أو ضيق الوقت. يعني لما تكون أنت مثلا هتبدأ تشتغل والراجل يقول لك لا عايزين نخلص دلوقتي، ففي بعض الحاجات اللي أنت بتهملها وهتحس بأثرها في المستقبل. يعني ممكن تكون حاجات لو عملتها دلوقتي هتريح بعد كده بشكل قوي، زي مثلا ان انت تعمل الكوردينيشن بين الحاجات اللي بتبقى في السيلينج، الاير تيرمينال واللايتنج والسبرينكلر. لما بتعمل دول كوردينيشن كويس بتسهل على نفسك كتير، انما الاستعجال بيخلي الشغل ما يبقاش كويس، وده بيأثر على الشغل بعد كده وبيخلينا ناخد وقت كتير جدا. فلو البيم مانجر فاهم ايه الاولويات هيقدر يطلع شغل ممتاز ان شاء الله. فهي محتاجة بس الشركة اللي انت هتديها الموضوع بتاع البيم يكون عندها خبرة، او الناس اللي انت هتشغلهم يكون عندهم خبرة في مشاريع واشتغلوا شغل كويس قبل كده. على الاقل يكون الفريق فيه مثلا نص كويس مثلا، او البيم مانجر يقدر يسيطر عليه او يقدر يديره كويس. انما لو كلهم لسه بيجربوا ولما تقف قدامهم مشكلة شغل يتعطل، ده هياخد وقت وهيدي نتيجة مش كويسة.